حجامة وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عندها وقت تدير فيه، واللي ظل مريض يديرها ديما. حجامة باهية وموصي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مش حاجة يعني بصدر، بالعكس تزيد تفيد. كنت نعاني من آلام المفاصل، كانوا المفاصل تاعي ديما يوجعوا فيا، وين درت الحجامة ما عادوش يوجعوا فيا. لم يعد التداوي بالحجامة يقتصر على فئة المسنين، بل انتشرت مؤخرا بين مختلف الفئات العمرية بحثا عن إيجاد حل للمشكلات الصحية المستعصية، كما أنها تحقق الاسترخاء وتسكن الآلام بحسب شهادات مغضبيها. في الشقيقة كي يديرها واحد منا على كريمة ومنا ينقصك الدم الفاسد، تعاون وتعاون كما قلنا احنا على الخلع. انا قبل اول ما درتها في 2008 على ناحيتها حجامة على جل السحر. باش نواظب على الحجامة درتها خطرة، كنت عندي ضربتني الشمس في راسي ودرتها وكان جابت نتيجة إيجابية. بين التداوي بحجامة السنة الوقائية في أوقات محددة وحجامة علاجية على مدار العام، يقبل مرضى على مراكز وقاعات التداوي بالطب النبوي لعلاج مشكلات صحية وحتى نفسية. في الأوقات كل ماهوش الحجامة يتدار غير في الربيع ولا عندها وقت معين برك، هذا بالنسبة للحجامة العلاجية. الحجامة العلاجية راه يجي في الأوقات كل، أما بالنسبة للحجامة الوقائية ولا السنية، الوقائية والسنية هذه عندها أوقات معينة اللي هي تجي أيام 17 و19 و21 وأيام الأثنين والخميس من كل شهر قمري. تعالى وصى به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت وصية أهل السماء لأهل الأرض ليلة الإسراء والمعراج، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ما فات إلا بسمين إلا قالت له والملائكة أوصي أمتك بالحجامة. الحجامة في فصل الصيف، يقول لك الناس يقول لك لا الحجامة مش في السخانة، لا، كان حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد بكم الحر فعليكم بالحجامة ليتبيغ الدم بأحدكم فيقتله. الطب البديل بات ملجأ مرضى من مختلف الفئات العمرية لإيجاد حل للمشكلات الصحية، ويؤكد مختصون ضرورة التقيد بالإرشادات الواجب اتباعها في أي علاج كان.